يا عامر اهدى يا عامر اهدى، تركها شغلتني وصدعت براسي. اهدى. على فكرة وليد، أنا أول واحد هشك فيه هنا. وليه إن شاء الله؟ يعني إيش معنى أنت؟ لأن أنا الحارس الشخصي بتاعه والمسؤول عنه. الحارس الشخصي والمسؤول عنه في الشارع عند المعجبين، مو هنا. هنا موقع تصوير، أنت مالك دخل. هنا في جريمة مدبرة. جريمة مدبرة؟ تفتكر مين اللي عملها وليد؟ وأنا اشتريني شايفني محقق بالمباحث ولا كيف؟ لا يا حبيبي، انت اللي كان معاك المسدس كنت ماسك الصوت. ولا كلمه. ارجوك ارجوك لا تتكلم الكلام هذا، قسم بالله اذا سمعوك والله بيقصوني. سكت. تسلم. بقول لك ايه، هي الطلقات دي حقيقي؟ غبي انت، كيف حقيقي؟ من وين بجيبها يعني؟ خليك في شغلك بس. يلا يا عم، انا شفتها قبل كده، اول مره اشوف الحجات دي. يعني عبد الله، ها انت قبل البوفيه وين كنت تشتغل؟ بوفيه بعد؟ ايوه. ايه اقصد يعني اي بوفيه؟ كان شغال في بوفيه الجامعه عبد الله. اها. وانت ايش دراك؟ عبد الله ده جاري من ايام مصر، وانا اللي جايبه هنا. ما شاء الله، والنعم فيكم اثنينكم. عليك زود. عبد الله خلص بس المشروب بتاع الاستاذ ده، خلينا نخلص. ثواني بس. حاضر حاضر حاضر. شكله حقيقي قوي البتاع ده. حقيقي. جبته منين؟ واحد خويي مع ترخيص السلاح اعطاني اياه بس عشان نصور ورجع له. ما ابو الطلقات دي؟ لا لا، الطلقات كلها صوت. لا بس دي شكلها حقيقي. ايه هذه خوي نسى يفضيها من المخزن وفضيتها انا عشان اتاكد ما في غيرها يعني، بس تطمنت ما في غيرها. خلاص عبد الله، حط له بس السكر. ابشر، انا لا هفتح بقي ولا هتكلم، بس تفتكر الطلقه الثانيه فين؟ ما ادري، انا اخر مره اذكرها كانت في جيبي وبعدين اختفت. بس ارجوك الكلام اللي طلع منك لا يطلع منك مرة ثانية، واللي يرحم والديك ترى بتوهك. قسم بالله ما في متهم غيري بيكون. وأنا معك مش ضدك. تمام. بس بكيان. ها؟ بكيان.